لقطات غريبة وأخرى طريفة حريصين إننا دايما في برنامج الحياة في مصر نرصدها لكم. في تايوان ظهر فيديو غريب لطيران عشرات الآلاف من أسماك السردين اللي طارت من فوق المية في وقت واحد وبشكل سريع، وقام الصياد بتصوير المشهد ووصف العدد الضخم ده من الأسماك وقال كأن المية بتغلي من تحتهم. وظهر في الفيديو صوت صريخ الصياد وهو بيقول أنا خايف جدا، الأسماك هجمت عليا. وبدأ يجمع الأسماك اللي وقعت على المركب هو وصحابه ويرجعوها تاني للبحر، وفسروا المشهد ده بأن أكيد الأسماك دي بتهرب من هجمات أسماك مفترسة في البحر. في شوارع بلجيكا إسحاق نيوتن وليوناردو دافينشي وألبرت أينشتاين تجولوا مع بعض شخصيات أخرى غير تقليدية في أكبر مهرجان للتماثيل الحية في أوروبا، ومن بين التماثيل المعروضة راجل وست من الشوكولاتة وعروسة بحر بديل طويل وجلاد شاي الفاس من العصور الوسطى. والتماثيل الحية مشهد مألوف العديد من المدن، لكن بيكون نادر رؤية القدر ده من التنوع في الشكل المميز من فن الشارع، واللي بيتطلب ان اللي بيقدمه بيقف بدون حركة لفترة طويلة مرهقة. وبعض التماثيل المعروضة جت من دول بعيدة زي الأرجنتين وروسيا وإيطاليا، وزارها أكثر من 50,000 زائر. في جنوب أفريقيا وقفوا مجموعة من زوار رحلات السفاري لمشاهدة قتال عنيف بين غزلتين، وبعد شوية كانت المفاجأة بظهور نمر ومحاولته لفض الشجار، ونجح في النهاية وهربوا الغزلتين وكل واحدة راحت في اتجاه مختلف. وفضل النمر الوقت على الطريق مركز مع الأشخاص الموجودين في عربية السفاري لحد ما قدروا يغيروا اتجاههم. ومن بلجيكا لليابان اللي فيها فنان ياباني تمكن من تحويل شيء بسيط زي الصوف لصنع صور واقعية للقطط والحيوانات، واستخدم الفنان الياباني الصوف من مختلف الألوان وعمل صور ثلاثية الأبعاد للقطط عن طريق تقنية التبليد بالإبرة، وشارك أعماله المذهلة عبر موقع إنستجرام وقال إن أخذ شهر تقريبا لإنهاء صورة واحدة، لكن النتيجة في النهاية تستحق كل الجهد. رحاب عز الدين، الحياة في مصر. وصلنا لنهاية فقرتنا الصحفية، نشوف حضراتكم بكرة بإذن الله في أحسن حال وتغطية جديدة لأهم وأبرز ما جاء في الصحف، وإلى اللقاء.